نص الوظيفي الإسلام حضارة كونية. أغني معجمي. سؤال أول، أبحث في المعجم عن معاني كلمة جدل وأذكر منها ما يوافق سياق النص. معنى كلمة جدل في المعجم اللغوي هو الحوار أو نقاش. تمرين ثاني، أعطي معنى الفعل في كل سياق مع الاستعانة بالمثال. عندنا الفعل بريئة، المثال الأول عندنا بريئة الإسلام من الاتهام بتحقير المرأة. معنى الفعل بريئة في هذه الجملة هو أنه لم تثبت في حقه. الجملة الثانية، بريئة المريض من مرضه. معنى بريئة في هذه الجملة هو شفي أو تعافى. الجملة الثالثة، بريئة المدين من الدين. معنى بريئة في هذه الجملة هو تخلص. الجملة الرابعة والأخيرة، برئ النبي من رفيق السوء. معنى الفعل برئ في هذه الجملة هو تباعد أو تخلى من رفيق السوء. السؤال الثالث، أضع وصفا مناسبا مكان النقط مع الاستعانة بالمثال. في ظل الوضع الجديد الذي أصبحت تعيشه المرأة المسلمة تفجرت موهبتها. إن التعصب مثلا، إن التعصب للرأي والكراهية المتجهة لغير المسلم لا يقرها الفهم الصحيح للإسلام. أسئلة الفهم. السؤال الأول، ما المزايا التي تمتعت بها المرأة في ظل الإسلام؟ المزايا التي تمتعت بها المرأة في ظل الإسلام هو أن الإسلام أعلى من شأنها وكرمها أما وأختا وزوجة ورفع عنها الظلم، كما أعطاها حق المساواة فسواها في الحق مع غيرها. السؤال الثاني، أذكر ما جاء في النص من قيم ذمها الإسلام ورفضها. القيم التي جاءت في النص التي ذمها الإسلام ورفضها، هناك الظلم، الكراهية، العنف، الفرقة، والاختلاف. السؤال الثالث، ما التباينات الطبيعية التي تشكل اختلافا بين الرجل والمرأة؟ من التباينات الطبيعية التي تشكل اختلافا بين الرجل والمرأة، هناك اختلاف اللون، اللباس، الكلام، إلى غيره من التباينات الطبيعية التي كتختلف بين الرجل والمرأة. السؤال الرابع، جاءت في النص المساواة بين الرجل والمرأة مجملة، أعطي بعض الأمثلة لهذه المساواة. بعض الأمثلة لهذه المساواة بين الرجل والمرأة، هناك الصحة، التعليم، الأمن، العمل، الحقوق والواجبات، والمسؤولية. السؤال الخامس، أعطي عنوانا لكل فقرة في النص. أمثلة لعناوين فقرات النص. الفقرة الأولى، الدعوة الإسلامية. الفقرة الثانية، الحضارة الإسلامية. الفقرة الثالثة، القيم المذمومة في الإسلام. الفقرة الرابعة، تكريم الإسلام للمرأة. الفقرة الخامسة، المساواة بين الرجل والمرأة. والفقرة السادسة والأخيرة، الحضارة الإنسانية. السؤال السادس، لماذا تراجعت الحضارة الإسلامية في مجالات العلم اليوم؟ تراجعت الحضارة الإسلامية في مجالات العلم اليوم بسبب التقدم والتطور للحضارة الغربية. السؤال السابع، أذكر حديثا أو آية تحث المسلم على طلب العلم. أمثلة لأحاديث وآيات تحث المسلم على طلب العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قال تعالى، وقل ربي زدني علما. قال تعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. السؤال الثامن والأخير من أسئلة الفهم، أبدي رأيي في إن الحضارة الإسلامية قللت من شأن المرأة، هل في النص ما يرد على ذلك؟ أذكره. إن الحضارة الإسلامية هي الحضارة التي كرمت المرأة وصانتها وأعلنت من شأنها، فالإسلام لم يظلم المرأة كما فعلت الحضارات الأخرى. استثمر، أشرح ما يقصده الكاتب بإن الحضارة الإسلامية خرجت من المدينة ووصلت إلى بلاد بعيدة بفضل الدعوة إلى الوحدة والعقل.
ما يقصده الكاتب بقوله إن الحضارة الإسلامية خرجت من المدينة ووصلت إلى بلاد بعيدة بفضل الدعوة إلى الوحدة والعقل، هو أن الحضارة الإسلامية تمزج بين العقل والروح، لذلك امتازت عن كثير من الحضارات السابقة. فالإسلام يحض على طلب العلم ويعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمة.